أخطأ النظام السابق اقتصاديا لما احتكر الشركات والأنشطة الاقتصادية على موظفي دولة، صحيح ولا غلط؟ أنا أعتقد أن الأدوات نتاع التطبيق كانت خاطئة، يعني كانوا وين الأدوات أنت أدوات التطبيق، أنت خديت نموذج ما ينفعش أنك أنت تطبق به تطبيقات أخرى، النموذج نتاعك اللي اخترته سيء من الأساس. الاشتراكية الناصرية أو الاشتراكية العربية هي النموذج راهو اللي عندنا احنا في ليبيا، اللي قاعدين أنا نشوف فيه لم يتغير إلى اليوم، النظام الاقتصادي قاعد زي ما هو في ليبيا، قاعدين نستمروا رغم فداحة اللي قاعد يصير. اليوم قاعدين نسمعوا حتى بمصرف افريقي جديده كده بتدفع ليبيا للسيد المانع، وتمدد شركات النفط داير شركات عامه، قاعدين يتوسعوا بنفس الشكل، لان هذه طبيعه الدوله الريعيه ما يسبب السلوك الريعي. يعني الدوله الريعيه اللي هي تستقبل في 100 مليون دولار في اليوم، هذه بتنفقها بطريقه غير اقتصاديه، سواء كان النظام فيها يسمى اشتراكي، يسمى راسمالي، يسمى مهما سميت. يعني حتى الرأسمالية الآن في ليبيا، هل هم بفعل نشاطهم وبفعل إنتاجهم؟ لا، هم عبارة عن وحدين يتحايلوا للوصول إلى أموال تاع الدولة من البنوك أو من المؤسسات أو من الشركات. فليبيا أزمتها أن هي دولة ريعية، الخطورة فيها أن دخل النفط هو اللي يشكل في الدولة، هو اللي يشكل في المجتمع، مش المجتمع يستخدم في دخل النفط عشان طيب ممتاز.